تعال نشوف الشيخ أبو إسحاق الحويني. الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد غياب بيوضح موقفه من حماس، وبيوضح موقفه وحكم الدين في تعامل حماس مع إيران. مهم جدا تسمع الفيديو ده عشان تعرف بعض المشايخ بيفكروا ازاي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما هذا الذي يشيع أن حماس جماعة رافضية وحزبية بغيضة وكذا، هذا كله من الخطأ البين. والصواب أن إخواننا في حماس جماعة سنية لا إشكال فيها، وكنا بتتعامل مع إيران بسبب أن كل الدول العربية لا تعينها ولا تعطيها، وحينئذ يجوز أن تتعامل حتى مع الكافر وليس مع الرافضي أو المنافق أو كذا. والذين يشيعون هذا الكلام جماعة من المداخلة المبتدعة، فلا تسمعوا لهم، فإنهم يخذلون أهل الجهاد. حماس جماعة جهادية، ونسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في جهادهم وأن ينصرهم على عدوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الناس مستنية شيخ إسحاق أبو إسحاق الحويني أو غيره من المشايخ يطلعوا يشككوا ويطلعوا يتبرؤوا، ولكن أبو إسحاق الحويني طلع في وخالف كل هذه التوقعات أو الرجاوات، وقال موقفه وقال المنطقة الالتباس دي اللي بيتكلموا عنها أصل حماس بتتعامل مع إيران وأصل الشيعة والسنة ووضح الشيخ أبو إسحاق موقفه من حماس.